دلوقتي جه ميعاد موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي بيتكلم عن تقييمك لقرعه دور ال 16 لبطوله دوري ابطال اوروبا ومفاجاه تتوقع حدوثها. هناخد اجابات جمهورنا كده من على السوشيال ميديا، وهنبدا من عند فرح اللي بتقول صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا فرح. مواجهات ناريه ابرزهم ريال مدريد، ليفربول، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، اقوى مباراتين في دور ال 16. اتفق طبعا معاك، الناس تتفق في ده. اما بالنسبه للدوري الاوروبي، مانشستر يونايتد وبرشلونه، اتمنى ان كلهم يكونوا مباريات ممتعه، واحنا كمان بنتمنى ده. فرح توتا بتصبح علينا وبتقول تقييمي للقرعه ان هي متوازنه جدا وعادله جدا، وكل فريق متساوي في نقاط القوة الخاصة بيه. توقعي للصعود هو ريال مدريد على حساب ليفربول، لأن حسابيا ريال مدريد متفوق على الليفر مباراة البايرن وباريس سان جيرمان. أعتقد صعود البايرن لأنه ورقيا وحسابيا كتنظيم خطة البايرن أفضل على الرغم من قوة باريس وأسماء اللاعبين الكبار اللي فيها مثل ميسي، نيمار، مبابي. مباراة إنتر وبورتو على الورق إنتر ميلان أقرب، لكن أرضية الميدان ممكن تكون صعبة. مباراة دورتموند وتشيلسي ورقيا تشيلسي، لكن أرضية الميدان المباراة هتكون متكافئة. شكرا يا توتا، أنت موضحة كل حاجة ورقيا وحسابيا، شكرا ليك. أشرف عادل بيصبح علينا وبيقول أقوى مباريات دور ال 16 من وجهة نظري بي اس جي وبايرن ميونخ وريال مدريد وليفربول، وأتوقع البطولة مش هتخرج بره فرقة منهم، وإن شاء الله البطولة تكون من نصيب ريال مدريد. تحياتي ليك وكل فريق العام، أشكرك جدا يا أشرف. أمير الحريف بيصبح علينا وبيقول نهارك أبيض. نهارك أبيض يا أمير. من وجهة نظري أقوى المباريات في دور ال 16 هتكون مواجهات نارية، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ وليفربول وريال مدريد. اتوقع المفاجاه ان ريال مدريد هيودع البطوله على يد ليفربول، وهتكون المفاجاه الاكبر للجميع، وكمان خروج بايرن ميونخ على يد باريس، وباذن الله تكون البطوله من نصيب مانشستر سيتي. صعيدي زملكاوي الفخر لينا، تحياتنا ليك يا امير ولكل الصعايده ولكل الزملكاويه.